السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا تنبيه وتذكير للمتابعين والمشاهدين، للحفاظ على شجرتك السليمة في فصل الصيف لابد أنك تحافظ على التربة السليمة، فالشجرة السليمة في التربة السليمة. وأكبر مدمر للتربة في فصل الصيف هو التسميد الخاطئ والري الخاطئ. نعطيها ماء معتدل ونبتعد عن عمليات التسميد. عندنا هذه السدرة منزوعة من الأرض، وكما نلاحظ توجد إصابات وتضرر على الجذور. هذه الإصابات لابد أنها تعالج بمبيد فطري خاص أو معقم منزلي. أنا الآن اخترت تغليم الجذور وهو للتجربة فقط، فإذا كنت لا تريد تغليم الجذور لابد أنك تعالجها بمبيد فطري أولا. طبعا الآن عملية انتخاب وتغليم، نقلمها تغليم جائر أو شبه جائر، والهدف من التغليم هو وقف أو تقليل تبخر الماء، لأن الجذور عندنا صغيرة، بالتالي لابد أن نخفض كمية الماء المستهلكة في الأعلى. الآن نضع الشجرة في حوض صغير، ثم نضع هذا الحوض في علبة كبيرة لها قطاء، ونضع في الأسفل بعض الماء لتوفير نسبة رطوبة جوية مناسبة، ثم نضع كامل العلبة في مكان ظل كامل ما تجيها أشعة الشمس أبدا، ثم نبدأ نتفقد الشجرة من بعد أسبوع إلى أسبوع ونصف. وكما نشاهد الآن بعد مرور أسبوع أو 10 أيام نلاحظ أن الشجرة عاودت النمو من جديد. هذه البراعم الجديدة هي تعتبر أكبر محفز لنمو الجذور من جديد. طبعا الري يكون مرة واحدة فقط، لأنه ما عندك تبخر، الماء لا يتبخر. وكما نشاهد الشجرة مستمرة في النمو، مستمرة تنبت براعم حديثة، وذلك بسبب نشاط العصارة ووقف التبخر من كامل الشجرة، لأن الشجرة إذا وفرت لها رطوبة هي تشعر بأنها لازالت موجودة في الأرض. لكن الآن وكالعادة بعض التعليقات هداهم الله يقول الشجرة ممكن ما أنبتت جذور، أين المصداقية؟ وشخص آخر يشكك ويقول لا، الشجرة هي ليست هي الشجرة. لذلك أنا أقوم دائما بفك التربة عن جميع العمليات الزراعية للتأكيد والفائدة. الآن نفتح التربة ونتفقد حالة الجذور، وطالما نمت لها براعم حديثة لابد أن تكون الجذور موجودة. نفتح التربة الآن، وكما نشاهد الجذور موجودة، هذه هي الجذور. الآن نعيد الشجرة ولكن نخفض نسبة الرطوبة، يعني كانت في السابق موجودة في مكان نسبة رطوبتها الجوية 100% أو 80%، الآن نضعها في مكان نسبة رطوبتها 50%، يعني تكون أقل. طبعا أفضل وقت لتطبيق مثل هذه العملية هو فصل الخريف وفصل الربيع، نختار منها مواسم الأمطار، لأنه في مواسم الأمطار تكون نسبة الرطوبة الجوية مرتفعة، بالتالي نسبة تبخر الماء من الأشجار منخفضة جدا، بالتالي يكون عندك نسبة نجاح مرتفعة. التطبيق في أوقات غير مناسبة لابد أنك توفر لها ظروف مناسبة. التربة تختار تربة خصبة بدون أسمدة، وقلنا أن التربة الخصبة المخصبة هي التراب التي تباع جاهزة، أو التراب المزروع فيها سابقا ولكن معقمة.